بتكتب شعر انت؟ مش بكتب شعر، هو الموضوع جه معايا في فتره كورونا كده يعني الدنيا فاضيه بقى. فانا من النوع اللي ما بعرفش اقعد فاضي. يعني انا في كذا حاجه عملتها قبل كده، مشروع قومي كنت ماشي فيه يخص الدوله، ومشروع الكتاب، موضوع الكتابه ده لقيت نفسي بكتب. وبعدين الكتابه كابتن اسلام، مش ان هو كابتن اسلام يقول لي ما تكتب حاجه فاكتب له، لا، هو بيبقى في حدث، فالحدث ده بيستفزك فبتضطر ان انت تكتب. اوكي. فالكتابه جت معايا بالصدفه. فاول حاجه بقى عملتها، انت بسم الله ما شاء الله بتتكلم كويس جدا وعارف بتقول ايه، يعني ممكن دراستي فرقت معايا بشكل كبير. انا لسانس ادب قسم تاريخ ودارس تاريخ بشكل كويس جدا، فممكن دي تكون فرقت معايا. موضوع الكتابه والله جه بالصدفه خالص البحته. اول مره كتبت فيها كان عيد ميلاد بنتي، وبعدين بتقول لي يا بابا ما ت... يعني على طول بتشوفني بكتب، فبتقول لي ما تكتب لي حاجه، فكتبت لها حاجه طلعت حلوه جدا عجبتها، وواحد صاحبي سمع الكلام فقال لي لا انا هغنيه. فقلت له طب ما تشوف الموضوع ده. كنت كاتب حاجه لعم حارس، كنت بتفرج على فيلم وثائقي بالصدفه. عم حارس النادي الاهلي ده ابويا ده يعني، طبعا وعلاقتي بيه دلوقتي جيده جدا يعني. عم حارس ده الصندوق الاسود لعدد كبير جدا 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 من اللاعبين بجد والله. دي حقيقة. يعني انا عن نفسي، وانا عشت معاه مثلا 6 7 سنين. شوف انا بقى، يعني انا سيبك مني، انا طلعت انا بره في جيل كبير جدا طبعًا. من اللاعبين موجود وقبلي 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 وقبلي، وما زال انا وانا بكتب الله. وانا بكتب لعم حارس كنت مركز قوي في التفاصيل. يعني انا كتبت كنت حلقه وصل دايما لكل جيل، كلنا عارفين مكانتك فوق دماغنا يا اصيل، والنهارده النادي اسمك لاجل ما الرد الجميل. فكلمات حلوه الحته دي تاني، قولها تاني معلش. كنت حلقه وصل دايما لكل جيل، كلنا عارفين مكانتك فوق دماغنا يا اصيل، والنهارده النادي اسمك لاجل ما نرد الجميل. فالكلام اللي انا كتبته لعم حارس طالع من قلبي بجد، فالناس صدقته. فلقيت الاغنيه بتاعت عم حارس كسرت الدنيا لما اتعرضت على القناه الفضائيه الاولى في 3 4 ايام، عملت 6 مليون مشاهده. فانا ولقيت مكالمات كتير، ما شاء الله. لقيت مكالمات كتير جدا. طيب من خلينا نسمعها. نسمعها، يلا بينا. اتفضلوا. كنت جنبه النهاردة هتلاقيه في الليالي المرة قبل الحلوة، اسمك مش نسيه. عمرك فنيته لأجل ما تشوف انتصاره، في الشدة بتزيد محبة وفي انكساره، عارفك تبيع الدنيا وتكون بس داره. وصل دايما لكل جيل، كلنا عارفين مكانتك فوق دماغنا يا اصيل، والنهارده النادي اسمك لاجل ما نرد الجميل. ياللي انت في الانتماء الدروس، درس للي بيحسبوها يا اللي اسمك جنب اسمه ويا نسره.
فعلا مش هتكفي في 100 مقوله فعلا. هو عم حارس زي ما انا قلت كده صندوق اسود لكل تقدرش تسمع منه. يعني انا اجي اقول له مثلا حسن الشامي ما يقولش حاجه خالص. بس هو الفكره عمل ايه لما انا عارف انت اتكت الاغنيه الاول دي على حسابك ما عملتش فيها حاجه لكن اول ما شافك بعد الاغنيه دي عمل ايه؟ بص يا كابتن عايز اقول نقطه برضه مهمه، لان انا كنت دايما لما بسمع بعض الاعلاميين في الاعلام بيتكلموا يقول لك حتى لو عامل غرفه الملابس، الكلمه دي كانت بتضايقني جدا وبتستفزني جدا. احنا في كره القدم منظومه كبيره جدا، المنظومه مكونه من عناصر كتيره جدا طبعا، اجهزه فنيه، اداره نادي، اجهزه طبيه، اجهزه اداريه، لعيبه كوره او عمال غرف الملابس. اهم عنصر في المنظومه كلها هو عمال غرفه الملابس. وانا دايما بتكلم في الجزئيه دي وبركز عليها قوي. يعني انا اقرب الناس ليا في النادي هو عم صابر عامل غرفه الملابس، ده بعتبره ابويا فعلا. انت بتقول عم حارس صندوق الاسود، عم صابر ده يعرف اسرار بيتي من حبي في الراجل. صح ده صح، وراجل جميل ومربي ولاده كويس جدا وعنده ابنه في كليه الطب. فالناس دي ناس هو فرد في المنظومه زيه زيك، لا قل اهميه، بالعكس بل هم الاكثر اهميه في المنظومه. فبشوف الناس بتهدر حقهم في اي بطوله النادي بياخدها في اي. لا بس صدقني مثلا انا هتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا كل الاجيال عندنا عم حارس، كل الاجيال من 1907 لغايه دلوقتي لو سالت هتلاقي كذا. ايوه كابتن انا عارف الأجيال. انا عارف، بس انا اقصد الأهلي يعني. انا اقصد ان الناس دي لازم تاخد حقها بجد. الناس دي النهارده انت لما بتاخد بطوله انت بترفع الكاس، بتاخد مكافئات كبيره. لا عمال غرف الملابس لازم الناس تركز عليهم شويه، زيهم زي اي فرد في المنظومه، اقل مرتب واقل مكافئات. لا 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 والله بالعكس، في النادي الاهلي انا بكلمك عشان حاجه انا شايفها وعارفها. في النادي الاهلي بياخدوا مكافئات جيده جدا. انا اتمنى ان الظاهره دي تعمم تبقى على في جميع الانديه، ان الناس دي لازم تكرر. الاهلي جدد لعم حارس بالمناسبه. أيوة عم حارس من فتره طبعا جددوا له بعد الفيلم الوثائقي ده، جددوا له كانت مدته انتهت وجددوا له. والاغنيه دي احنا عملناها بعد موضوع التجديد ده، وهو كان مبسوط بيها جدا. ورد فعله كان كهربا قال له ان حسن الشامي عامل لك اغنيه قبل ما تنزل، وكان عندنا ماتش مع الاهلي وجالي عند اوضه اللبس، طلعت سلمت عليه لما سمع الاغنيه لقيته بيكلمني وبيعيط. بيعيط بجد، قال لي انا حسيت ان انا عملت حاجه في حياتي وحسيت ان انا ليا قيمه. قلت له يا عم حارس لا، انت قيمتك كبيره وكلكم واحد عندنا واحنا بنحبكم جدا وبنحترمكم. فكنت سعيد جدا ان الرساله وصلت، ومش عم حارس بس، لا انا اقصد بيها كل عمال غرف الملابس كلهم زي ابائنا وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا على دماغنا.